لازم نعرفوا وقتاش نقدروا نثبتوا الوزن وكيفاش نقدروا نقولوا انه ثبت الوزن تاعي بنجاح. نقدروا نقولوا انه ثبت الوزن تاعي بنجاح مثلا انا كنت 75 كيلو كنت 80 كيلو ونقصت الوزن تاعي ورجعت 70 كيلو. نقدر نقول انه ثبت هذا الوزن تاعي بنجاح كي نقعد في هذاك 70 كيلو لمده 6 اشهر لمده عام وي باسكو من قبل نكونوا مازلنا في منطقه الخطر يكون الكوخ تاعنا مازال حساس احنا مازال يعني رانا مازلنا في ديك لا زون تاع الريجيم كنا مازلنا مالفين موراها 6 شهور عام وتانيك لازم محافظه ماشي معناتها عام رانا كشغل سيبو لحقنا ما ناكلوش نحبوا لا لا لازم توجور نحافظوا ولازم كاين عوامل بيان سور اللي يعاونوا باش نقدروا نثبتوا هذا الوزن منها الرياضه منها نوعيه الريجيم دوك إن احنا تبعنا ريجيم قاسي مثلا ريجيم تاع الماء والقارص الريجيم تاع ناكلوا غير لي سوب وما نريسبكتيوش المغذيات الاساسيه كيما البروتين كيما الدهون الصحيه وهذو كامل لازم ناكلوهم الكربوهيدرات هذو كامل لازم يكونوا في البلا تاعنا وكيفاش نقدروا نحافظوا على هاد كيفاش نقدروا يعني نبقاو عايشين ريجيم طول حياتنا ولا نحافظوا على الوزن المثالي اللي نبحثوا عليه وي وي خصوصا بعد ما نعملوا دايت وي اه الوغ الاكل تاعنا لازم يكون صحي لازم لو بلا تاعنا ما يكونش عباره عن الخضر برك ونهملوا البروتينات جا البروتينات مهمين جدا لانه كي نبنوا جسم فيه عضلات وهنا تانيك تجي تمارين اهميه تمارين المقاومه لانه تخلينا نبنوا عضلات وكاين معلومه اللي بزاف نساء ما بالهمش بها انه كي نبنوا جسم فيه عضلات هاد العضلات تعاوننا باش نسرعوا عمليه حرق الدهون وي باغ كونتخ اذا المراه فقدت كامل العضلات تاعها في الريجيم لانه اذا تبعت هذاك الريجيم وما كانش فيه البروتينات وال الكربوهيدرات وما حتى الدهون هادو كامل راح يؤديو لنا انه نخسروا الكتله العضليه ومنها تنقص قابليه حرق الدهون في الجسم كوتش الريجيم اللي خلينا ننقصوا بالخف هو نفس الريجيم اللي من بعد نقدروا نريكوبيريو بالخف يجينا لي في يويو تما كوين صرا واحد المرحله انه يقولوها بزاف نساء نشم الماكله نسمان